قرار هدم جبل أم العقارب في بلدية بوثلجة بولاية الطرف وتحويل أتربته إلى مشروع السد الجديد بخروفة أثار استياء سكان المنطقة الذين طالبوا بتوقيف الأشغال. كيف الشركة هذه التركية جات بها تهز التراب رومبلي بها ترومبلي به البراج، ألورك البراج راه يبعد تقريبا 21 كيلومتر على القرية تاعنا. ونطلب من السلطات المحلية يعني توقف علينا الشيء هذا وتشوف لنا بعين الاعتبار. القرار لم يسلم منه حتى الأموات، حيث باتت المقبرة المتواجدة بالمنطقة معرضة للهدم. الحاجة اللي راهي مفيدة لنا نحن، المقبرة اللي توجد في وسط الجبل هذا يعني راهم خربوها تخريب ما يقدرش يتصوره العقل. من جهته أكد محافظ الغابات بالولاية إن الأشغال تهدف إلى معاينة التربة فقط. البلاصة تاع أم العقار ولاد عنان هذه اللي يتكلموا عليها هي يعني ما هي إلا ريشيرش يعني إكسبلوراسيون. استغلال الثروات الطبيعية بالقرية التي تعتبر منطقة رعوية بامتياز فضلاً عن إزالة الأشجار المثمرة المحيطة بها عوامل من شأنها الإخلال بالتوازن البيئي ما لم تتدخل الجهات الوصية عاجلاً لتغيير وجهة الأشغال.